إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته ومن آياته
طمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماء والأرض كل له قانتون وله من في السماء الأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك خنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة الروم.